السلام عليكم. وعليكم السلام، والحال عليكم وعليكم الحال وكيف الحال. اليوم سبع يوم وهيدي حال مميز، لأول مرة بتصير، كل مرة شيء جديد، بس هي ولا مرة صارت هالحالة اللي معي. هاي الشمعة الحضرة مبارح هشام معنا على طول، قلت له خد عنا غير شمعة يعني، قال لي لا خليها منضويها بكرة. ولا مرة قلت له خد هالشمعة أو كبها أو أعطيها لحدا أو شو بدك تعمل فيها، وقال لا. رحت على البيت وصاروا يعرفوا، حتى ديمتري عنا هون يلي هو المسؤول عن التلفزيون حكايته، قال لي ايه في ناس من غير كواكب معنا، هيك عم بيقول لي واحد صاحبي بيروح بعيش معه. بالاربعينات اجوا على امريكا حضروا فيلم كوكو. رحت على البيت بيجيني ايميل من بنت عمرها 6 سنين، لا بتقشع ولا بتسمع ولا شيء ابدا، بتعمل هي. قالت لي هشام بيي، اسمعي منه شو بيقول لك. انا عم بحكيك من غير كوكب، من هيدا الكوكب. قلت لها فيك تقولي لي شو بسالك؟ قالت لي انا اللي بقول مش انت اللي بتسالي. I just give you. عم تيجي على الكرة الأرضية؟ قالت لي ما في لزوم. قلت لها إذا هو طلب منك؟ قالت لي أنا بعطيه بلا ما يطلب. Stop asking. حكيت بفكري بدي أحكي المرشد تبعي ميتشو كوشي، هي إز ليفينج كرايست، كلهم بيعرفوا. دق التليفون طلع ميتشو. قال لي الكرة الأرضية كلها رايحة، اسمعوا محمد، محمد صدقوا الأنبياء واتركوا الأغبياء يا أمة العرب. قلت له كل البلانيت؟ قال لي البرمودا والأطلانتس. Listen to the prophet محمد. هالرمضان لازم يكون مش مرضان، نسمع كلنا لهالخمسة، كل واحد مثل عدنان عنا ألف نون مسؤول. أنت عم بتدير هالخمسة، كلنا نقرأ سورة صاد 55 صاد، يا صمد ويا مدد ويا أبد ويا عهد. هلا على هالكرة الأرضية هاي اللي عم بتطوف علم الطواف، علم الحال، علم feeling not thinking، ما تفكر، تذكر بس شو ما شفت خير وشر مع بعضهم. الحق علي أنا السائل وأنا المسؤول، ما بدي كلام لا يتعدى اللسان والأذان، بدي فعل، أنا فاعل مش انفعال. compassion not emotion، ما عنا إلا انفعال أمة العرب. لهالسبب الأمراض اللي عم تنزل كل يوم وبكل لحظة بأمة العرب، ما بتلاقوا رجال على الطريق أو قاعد عم بهز، راحت البصمة، هلأ العدسة بدها تروح، وكل الوقت الأمراض عم بتزيد بأطفالنا بأولادنا بالأجنة. الأكل كله مضروب، اسمعوا محمد كيلاني، ما فات على المدرسة، عايش مع العلماء، هو العالم الوحيد يلي موجود بالعرب. وأوباما شخصياً عارف منه خطير كتير إذا وحده، مريم خطرة حتى لو وحده. وأخطر كتاب شخصياً مستر أوباما لحني،
مش كتاب واحد، صاروا خمسة. ما فيك تمنعهم. Soon it's going to be seven and it's going to be in your hands. يلي جنسني صديقه. وشو عم تعمل؟ الحكمة منا ملك الدروز ولا ملك المسيحية. من طلب الحكمة لحي فينا وفينا انطوى العالم الأكبر. اقرأ أيها العربي، هالكتب كلها محطوطة على موقع بيت الله. قريبا بيكون عنا بيت الله، هي جماعة روحية ما فيها مال. كل الأموال وصلتنا نعم لهالجهل اللي نحن فيه. كل أغنياء العالم، معظم أغنياء العالم عرب. وين صرنا يا جرب العالم؟ بالأبراج، حفاة عراتنا تطول في البنيان، الفستان بمئتين ألف دولار، تتقلي تغني. هيك قال محمد، هيك قال المسيح. المسيح بعتنا اثنين اثنين وحفيانين وما معنا كتاب، من سمائهم تعرفونه. اليوم بهاللحظة كلنا، كل واحد يقول أنا السائل والمسؤول والحق علي. كل يلي عم بيصير، لا حق على الأسير ولا الحق على الفقير ولا على الغني. الإنسان اللي ما عنده ضمير وما حدا بيقدر يمنعنها، لحني بإيدي، عندي الحرية رح أقراهم، ومحطوطين بكل الكتب. سر كبير بإيدك يا مريم. نعم، وهالسر منكم أنتو. أنت بتبعتوا لي القليل اللي بتعرفوه عن الحبيب وعن المسيح وعن القرآن، ولكن أنا بقرأ ما بين السطور. في فجوة بين كل كلمة وكلمة، بس عم نشخر ليل نهار. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، عميان ملهيين. شوف شو ملهيين، تعوا على لبنان وشوفوا هالسياحات الجنسية، شوفوا شو عم بيصير. بس في شوية علماء ما عم بيسكتوا. الحمد لله كلام المداس عندك بالال بي سي وهالمحطات المنحطة بلشت تحكي شوي، بس ما عندكم حل. هون بس الحل، قبل ما نرحل وقبل ما ننحل، اليوم وبهاللحظة. ولحوا الكتاب بإيدي، ما حدا فيه يمنعني أبدا. بقمفل هو سبع مقامات اليوم بهاللحظة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل واحد محمد. مين ما عيطت له اليوم بالسعودية بشكرك محمد، بده يرد. بلبنان حج وحجة، كلنا حجاج. هالسبع مقامات لحني، من أي كواكب من أي مجرات فيكم تتواصلوا وفينا انطوى العالم الأكبر. كل البرازخ إلى اللانهاية للمدد يا مدد. الكتاب الصوفي هيلينج، إذا بتسألوني وين هو الكتاب، ما برد. بالكاد جاوب إيميل أو اثنين أو ثلاثة بالنهار، وبقي كلكم ديليت وبلوك. كل واحد بيسألني عن جسمه، ما بدي. لجسدك عليك حق، وحدوا هالجسد، مش من اختصاصي لاختصاصي. لو الدواء والطبيب بيشفي وصلنا لهون؟ لو كل هالمؤسسات الإنسانية وكل هالوعظات وهالخطابات. امبارح واحد بالحي قال لي انا بس بآمن. قلت له بمين؟ قال لي بالمسيح. قلت له ايمانك بالمسيح وقاعد عم تعمل هيك؟ بيشغل مرته وبنته عمرها 12 سنه. قال لي لو ما بيشتغلوا هيك ما صار عندنا بيت وسياره. بس مآمن بالمسيح هو. وواحد تاني بيشغل ابنه 8 سنين وبنته، قال لي بس للعربين اللي هون بهالبنايه، وبيدفع كذا دولار للابونا للكنيسه تيسامحوا المسيح. كونوا صادقين بأي عمل عم تعملوا، صدق كون صادق. الشرقوطة الصادقة أحلى من اللي عم بيعمل وعظات وخطابات وحامل ورقة وقلم ومؤسسات إنسانية ومنهز الإيدين. ويك أبا. بس إجا واحد يحكي الحقيقة قتلني، غيبني، وين ما كان بكل هالكرة الأرضية. جاليلي وقت قال له الأرض ثابتة ما بتدور، قال له أنا رح تبقى ثابتة بس هي رح تضل تدور. هيدا علم الطواف اليوم.
مشان هيك ما في دائرة، في طواف بالإسلام، بالفطرة. هي الفطرة كلكم اعملوا إسراء ومعراج، أسرى بعبدي وتطلعوا بتشوفوا، احضروا فيلم فلات لاينر بتشوفوا إذا هلأ مت وين بتروح. بتقول ما كنا نصدق حدا وما صدقنا هالمجنون البهي. كل واحد بيعرف وين رايح وكيف بده يموت. نحفر قبرنا اليوم بأعمالنا، شو عملنا كل يوم، شو عم نعمل. المهم نمنع الكتب، ما بقى فيك تمنع كتاب، كبسة زر. بنوية وحدة بيجيك حدا من الكوكب التاني بيقعد حدك بالبيت. ما حدا اجى لعند على بيت بر ويم ونور وعملت له جلسة تنفس وراح، ما حدا كلهم. لأنه الطاقة موجودة بالبيت هي شادو الخيال تبع طاقتي. هالطاقة اللي عطاني إياها موجودة. كلنا بنمشي نور من نور، إله من إله، إله حق من إله حق. هودي هالتلاتة لا إله إلا أنت السائل والمسؤول. ولا الدكتور ولا المؤسسات الإنسانية ولا هالناس على الطرقات قاعدة عم تشحد، تقعدوا بتشحدون تعملون شحدين. ما بدي أشحدوا، بدي أشهدوا بس. شوفوا الكتاب أشهدوا لحو. كون شاهد أنت الموحد الشاهد والمشهود والشهادة، وأنت الرقصة، انت الحي القيوم مع الحي القيوم. بس اسال حالك كيف الحال. انا كنت مع هيلين كيلر ولا حاسه فيها الا اللمس مع معلمتها. كان عمري 7 8 سنين 10 سنين يمكن. اجت لهون على لبنان، عرفت نحن كم بنت بالمدرسه وشو الوان اللي لابسينها، منزعيف ايدينا حكيها هيديك. بس خلقة كاملة نعمة زايدة، ما بقى في إنسان كامل، كلنا أشبه الرجال والنساء. ما بقى في حدا مهذب ومرتب، لا هو عم ياكل لا هو قاعد، هيدا قاعد عم بهز، هيدا قاعد مفرشخ مفرشخة، هيدا هيك، ما بقى في إنسان. خلاص كلمة إنسان، قرآن، فرقان، هالخمس أحرف ألف الفجر النون وبعدين عصر ومغرب وعشاء، هالخمس الحنة عقيدك الله، اللغة العربية، شرق غرب. نحن وسطيين، ما نتطرف لا بالحكمة ولا بالعلم. العلم يعمي والجهالة تعمي وكلاهما بلاء. بدي العلم يلي ورثته الأنبياء، الخوارزمي وابن سينا، هودي العلماء ما فيتوا على مدرسه. وفينا انطوى المفتاح التأمل، تأمل ساعة خير من عبادة 70 عام. السلام عليكم 11، هيدا الباب، واو واو بتقراها، شرق غرب، عليكم السلام. بس بدي افهم، مش بدي ردد كلمات. هي اللي وصلنا لهالجهل، هي اللي خلى هالانفجار رح يكون. كل من عليها فان، قالوا له حجر الكعبة، قالوا عم تحفروا، شو عم بيصير؟ أغنى الأغنياء أموات عم يركضوا لبرا، بزنس مايند، يلا 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 يلا. شو عم بيصير؟ أنت ولادك وحفيدك أموات. بأمريكا منعوا السيارات المفحمة والمشحمة ومدري مين، وقدموا ناس وبرا ناس. راح أوباما وقعد ياكل همبرجر مثل كل هالناس وإجا ودفع. هيدي بس صورة، جابوا أسود أبيض مسلم مسيحي. ملكة جمال أمريكا من الجنوب، وملكة جمال لبنان من الجنوب. وين هو الجنوب؟ شو عم يعملوا فيه؟ بدنا نفتح أكبر مسجد. وين هو الساجد اللي بده يكون بهالمسجد؟ السجادة الساجدة أكثر مني ومنك. ويك اب كل يوم، شو عم تعمل؟ بس قال حالك كل يوم كتاب صغير تكتب فيه بعدين بتعطيه لحدا. ما كنت اعرف لمين بدي اعطي هالكتاب، كتبته هي. صرت اقول
عربي انجليزي. راحوا لمين بدي اعطيه؟ تبعت لي ايميل بتقلي اعطيه لبيي. هيدا الك اشا. مرة وحدة اسمها أنا بأمريكا قالت لي نبيه بري از ماي بوي، هيدا ابني. ما كنا نصدق، في تقمص، في قيامة، في حياة هيديك، في هيديك روح ورجعة. جيت من أمريكا تروح أغمره وبوسه. قالت بتروحي بتغمريه وبتبوسي. رحت لعند على المكتب سألوني شو بدك منه، شو بدي أقول لهم تغمره وبوسه؟ ما كنت على الإعلام هالقد. قلت له عايزته أنا، ولقيت إنه كل اللي حولي. رجعت في الليل قالت لي ليه ما بستي؟ قلت لها كان مشغول وبعدين راح تجوز. قالت لي ما يقدر تبغي، ما هو مجوز. قلت لها لا مسلم، صرت كذب، ما تمرق الكذبة. قلت بدي روح بوسه وغمره. جيت صرت أطلع على وسائل الإعلام، ومرة ما رحت بمطعم بالأشرفية، نزلت بالأسانسور لقيتك أنت نبيه بري، فت معك جان عباد. أنت طلعت فيي وأنا طلعت فيك، وكان صار وجهي على الشاشات يعني. جيت بدي أغمره قلت لا. صرت على البيت تلفنت أنا، قالت لي ليه ما غمرتي؟ كانت آخر كلمة قالتها وماتت. الغمرة مغامرة. نعم ابنها كان في حياة ماضية وحيوات كتير، منروح ومنرجع، منغير بس التياب، منغير الشكل، بس نياله اللي بيروح وما بيرجع هو محمد. أتممت عليكم دينكم، أستودعكم الله حيث لا تضيع ودائعه. اليوم عم بيدرسوا بهالنهار اليوم حول العالم إلا بأمة العرب، ليش راح على جبل أحد؟ خذوني عند أخوتي شهداء أحد. ليش هوديك شهداء أحد؟ قالوا إذا محمد قال تعالوا ندرس، وحطوا العلم. وقت بتكون عندك حال، بتحس بالشجرة، بتحس بالنملة، بتحس بالزهور، بتحكي معهم، وهالعلم حطوا بالعلم إدوارد باخ. مشان هيك ما لامنا وما عتبنا نحن شو عملنا بمعركة أحد وحرب أحد. قال جبل يحبنا ونحبه، الطبيعة كلها بتحبنا، النملة، البرغوث، الوردة، مستسلمة توتال تراست لهالوجود، لهالألوهية. نحن فرقنا الجسد، ما بقى يحبنا الجسد ونحن ما بنحبه، منروح من اختصاصي لاختصاصي وسلم لي على اختصاصي. اليوم حول العالم هالنهار مميز، مواد حيوانيه ما في برمضان ابدا، لا البان ولا اجبان، لاكتوز انتولرنس، كتاب دونت درينك يور ميلك. الاطباء كلها عم تعتذر وبتقول كلكم يوميا كاسه قمح او شعير، رز كامل، قمح كامل، نزع القشور، خطوه الى القبور. بشكر ابها يا حبيبه قلبي. انا فكرت بس دائما انه لبنان في كل شيء، بكل بلد امكم الارض، ما قال لبنان. عندهم شعير كامل وعندهم درة وعندهم رز، ومثل مصر أم الدنيا. ليش عم نتخانق؟ ليش عم نقتل بعضنا؟ هلأ صوموا تصحوا، صوموا عن كل ما هو دون الإلهية فينا. ما بدي صيام الحشود والعدد، صيام الصالحين. أنتوا عم تاكلوا صايم، أنتوا عريان محجب ولابس. ما بقطع صوم تصوم، ما بقطع صلاة تصلي. كيف هالناس من غير كواكب عم تجي بتحكينا؟ صاروا يعرفوا الناس، نعم موجودين. أنا عاش معي واحد بأمريكا، وجهه مربع، كانوا خافوا منه، من هون يعمل هيك، من هون يعمل هيك، جورج جورجيف كان هيك، وهون عاش بحلب، هل غير هيك، وهون، شو هني هالثلاث وجوه؟ شكل بودا، أبو ابنه روح ادرس، جفر. فإذا خلصنا ما بقى بدنا إملي زرية وإملي نووية، بدنا النوايا. من عمل مثقال ذرة خير أو شر لك الخيار، شو بدك؟ فينا نزرع هلأ سلام؟ نعم فينا. السلام عليكم وعليكم السلام يكون من القلب، من لب القلب لحو جوا. كيف بدي يكون؟ مالك حلال،
ما عليك دين لا مادي ولا معنوي. يلي دغري بيسبك اشكره مثل الولاد عمي بكره فرشي. كونوا كالاطفال ان لم تعودوا كم باك. وحط صدقه جاريه من بعد ما تترك جسمك، اترك كتاب، زرع شجره. اذا انتم عم بتموتوا واجت القيامه معك زرعه. فاذا الكتاب خير جليس، ما بقى فيكم تقولوا عندي عذر ما عندي كتاب. مريم ما تحكي بالانجليزي بس بالعربي، ولازم بس عربي تحكي، ولازم تتحجبي، ولازم تكوني مسلمه وتكرهي الكفار الاجانب. وابره ما عملنا نحن العرب هلا من 300 سنه لليوم. شو عملنا؟ وقعنا باسبانيا حطوا لنا خمره وهشك بشك اللي عم بتشوفوه هلا، واجت التلفزيون وصارت الامات كلها هيك قاعده على التلفزيون وهذا مثل ما انتم شايفين بتحبل وبتجيب اولاد معاق ومشوهه وكلها ومن الله. اي الله هي اللي اخترعته انت؟ كل واحد فاتح الله حسابه بها امه العرب بنا خاص بلبنان، كل واحد بيعرف وسخ بيته. اليوم بتفوتوا على البيت لعندكم وكل شيء منكم عايزينه من زمان، لبستي هالتياب وهالشرطيط كعب عيلي بتشيلوه. ويلي عم بيقدر يتجاوبوا عنا ناس من غير كوكب انا بمون على النشر بغطيكم، اطلعوا احكوا اسرار كثيره عندكم اياها. ميت شو دغري كان بس يبلش تجي الحضره ويجي محمد اول وحده تهرب مريم. ما بحب اعرف، بحب بدي اعيش الان لحو. الحل الوحيد بالحج from here to here، من هنا الى هنا، كل لحظه الآن هو الزمان والمكان. ما حدا فيه يمنعوشه بقى، بكل الأم العربية عم بينباع، ما حدا فيه يشتريه. قال له لريغن، قال له بتقتلني؟ بتقتل جسدي يعني، تعال تحور أنا وياك. إذا غلبتك حب اللي عم بيقوله، إذا غلبتني اقتلني. قال له نسمموا له، عم بينشر الإسلام. بكل أمريكا سمعوا أذان بلال وقت كان هو موجود. قال له راح ارفع الاذان. قال له هيدا راح يجيب الاسلام. قال له بلال ما قبلنا كلنا ارحنا، انت بتسمعها بلغتك اسمها سيليستيال ميوزك، اقرا مكتبه الاقدار كلنا فينا نقراها، انا لست بقارئ باسم ربك الذي خلق. كل رجال محمد مش بس احمد، فعله اسمه صفه. فوق ال 99 بتغلي انت، بتفوت بكل الاكوان والمجرات كلها، بتفوت بالتوحيد حي قيوم حي قيوم. هالعلم ممنوع بكل أمة العرب، ما فيكن تمنعوا بكل محطاتكن المنحطة، ما التقى ولا واحد عربي مسلم عنده ذرة من الأخلاق يقدر يفتح محطة يكون فيها ساعة لله. أي محطة عندكم تحكي إنجليزي أنا بجي ماشي، ما بدي شي منكم، حطوا دولار صدقة بالسنة. حتى التلفزيون يلي للامريكان هون قالوا لا نحن بقى نعرف شو بدك تقولي بامر من البيت الابيض. عم بيراقبوا مين بيفهم اليوم، شيلون كلهم هيك عملنا. هي موسى الصدر شو يعني غيبني، كمال جنبلاط، انطون سعاده، كامل الصباح، جبران لو بقي هون قتلناه، ومريم كم مره حاولته. بس لا يصيبنا إلا. قال لهم حياتي أطول من حياة جلادي عمر مختار. فإذن اليوم بالسلام عليكم وعليكم السلام، وفينا انطوى العالم الأكبر، فيكم تتواصلوا كلكم بكل المجرات، وفينا انطوى أقرب إلك من حبل الوريد، لا تروح بعيد. أنا بشوفهم بالبيت، بس صرت شوفهم على الطريق، صرت شوفهم باستديو، هلأ موجودين كتير من فينوس الحمد لله، في من مارس وفي من غير كواكب. بس الحقيقة الله حطها بقلبنا. قال له الشيطان هيك، قال له أعلموا ما لا تعلمون. لازم يكون في شيطان، الله خلقه. ما هو مثلنا، مثل ما قالت رابعة، ضليت فتش عليه، شفت الله بالشيطان، شلته. هيدا هو القرآن؟ لا. أنتم كتبتوه مثل ما بدكم. ليقرأ كل منكم قرآنه. أنت كتاب الله المقروء والمنظور. أنت مع سيدنا إبراهيم،
كلنا يا صمد ويا مدد إلى الأبد. ويك أب، هلأ الصحوة، هالحضرة إجت لنخبة النخبة وصفوة الصفوة وخاصة الخاصة. إذا مش أنتوا أنا مين؟ إذا مش الآن أي متى؟